السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم بسيطة سهلة جدا، وهي طريقة لإزالة الشعر، إزالة الشعر الزائد بدون ألم وبدون استخدام مواد يعني كيميائية مضرة جدا. مكونات الوصفة بسيطة متوفرة في كل بيت. هذه الوصفة تعمل على إزالة والتخلص من الشعر الزائد، وأيضا مع الاستعمال المتكرر تخفف من نمو الشعر. يعني طريقة استعمالها بسيطة جدا بدون ألم وفي وقت سريع وفي وقت قياسي جدا. نحتاج في هذه الوصفة إلى مكونين فقط. قبل ما أبدأ في طريقة عمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وأنتظر أيضا آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الطريقة مجربة فعلا، فقط تتبعوا الخطوات وستنجحون فيها إن شاء الله. بالنسبة لمعجون الأسنان غير مضر تماما للبشرة، بالعكس ممكن حتى أنه يبيض المناطق الداكنة في الجسم، يعني منطقة اللي راح ننزع منها الشعر لن تكون أكثر حساسية من اللثة، ونحن نستعمله للثة عادي، بالعكس يعالجها ولا يحدث لها أي ضرر. فقط أريد أن أوضح هذه النقطة. قلت سنحتاج إلى أي نوع معجون أسنان متوفر عندنا، ونحتاج إلى الطماطم. بالنسبة لطريقة الاستعمال، سنضيف كمية من معجون الأسنان، وأكيد راح تضاعفون كمية على حسب احتياجكم للوصفة. نأخذ كمية من معجون الأسنان، هذا الشكل قلت أي ممكن نضاعف لأن المقادير. ونحتاج إلى الطماطم، نقسم حبة الطماطم إلى قسمين، ونقوم بإضافة الماء الموجود في الطماطم بهذا الشكل فقط. نعصر الماء فقط، ونخلط المكونات. احنا نحتاج انه الخليط يكون تقريبا من سائل الى كريمي. اذا كانت كمية عصير طماطم قليلة ممكن اني نضيف على حسب قوام الخليط. نخلط جيدا. مازال القوام ثقيل نوعا ما، ممكن نضيف كمية أخرى من ماء الطماطم. نخلط حتى يصير قوامه خفيف. لما يصير قوام الخليط خفيف بهذا الشكل، نأخذ فرشاة، ممكن أني نستعين بفرشاة أو أي أداة أخرى، ونقوم بتوزيع هذا الخليط على أماكن تواجد الشعر. نوزع طبقة ثم نوزع طبقة أخرى ثم نوزع طبقة أخرى، يعني الطبقة تكون سميكة على منطقة تواجد الشعر، ونترك هذا الماسك على المنطقة من 5 إلى 6 دقائق أو أكثر. ثم نأخذ قطعة قماش أو منديل يكون قطني،
نبلله في الماء ونعصره جيدا ونمسح المنطقة جيدا بتلك القطعة اللينة أو المبللة، نمسحها ونلاحظ أنه تمت إزالة الشعر من تلك المنطقة تماما. يعني هذه هي الوصفة، ممكن نستعملها لأي منطقة كانت في الجسم، طريقة مجربة إن شاء الله ومضمونة. جربوها وستلاحظون النتيجة في يعني خلال 5 دقائق إلى 6 دقائق ستتخلصون من الشعر الزائد إن شاء الله. هذه هي الوصفة، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.